لليوم الرابع على التوالي يتواصل غلق مقر بلدية الجديد من طرف مجموعة من المواطنين رافعين جملة من المطالب. طالب هي حل هذا المجلس ومحاسبته بعد التقصير في كل من مشروع المياه العذباء، احتياطي الريف اللي ما عطاولهم السكاني تاعهم، تقصير مع الفلاحين من المناطق التالية اللي راهم جاو يحتجوا. الحركة الاحتجاجية تعرضت للإهانة وللجرح والعنف. العنف بسبب سوء هذا المجلس التنفيذي اللي يسير بلدية الجديد. نحن سكان بلدية الجديد اليوم نطالب بخروج هذا المجلس التنفيذي من قيادة البلدية. احنا راني محقورين بالكهرباء، احنا راني ماني معارض حتى مناطق، سمعتني، ماذا بهم اللجنة هذا اللي راهم يمنوا فينا بالوعود الكذبة. ومن بين المواطنين المحتجين سكان مناطق فلاحية كمنطقة ضاية الشيح وحاسم سعدية وفيض القوافل التي أقصي فلاحوها من الكهرباء رغم توفر الآبار والفلاحة بهذه المناطق. 2000 شجرة وحطوا له باللي في المحضر اللي دار تاع اللجنة اللي فاتت، دايرين له 3 هكتارات صالحة للحبوب والأشجار صفر، برغم أن المخطط البياني ها وين 10 هكتارات، 5 هكتارات أشجار زيتون و5 أشجار لزراعة الحبوب. رئيس بلدية الجديد قال بخصوص هذا الاحتجاج: نقوم بأخذ طلباتهم بعين الاعتبار وتعيين ممثلين عنهم، وسنقوم باستقبالهم بالدائرة للاستماع إلى انشغالاتهم، وسوف نتخذ الإجراءات اللازمة. واستنادا للوثائق الإدارية يبقى هؤلاء الفلاحين ضحايا الإدارة وينتظرون حلا عاجلا لهذه المشاكل.